مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه التفاعليه لشوف تيفي. شارك الفنان المغربي عبد الله الداودي الفرحه ديالو بالتخرج ديال الابن ديالو. كيف ما كتشوفوا حط هذه الصوره على الصفحه ديالو في انستغرام، كتبين الفرحه ديال عبد الله الداودي مورا ما خدا ولده البكالوريا في الولايات المتحده الامريكيه. ونشر عبد الله الداودي هذه الصوره اللي كيبان من خلالها وهو كيحمل الابن ديالو، الابن ديالو لابس زي التخرج باللون الازرق، وكتب على هذه الصوره: حبيبي وابني الغالي ريان، كنشكرك على اهتمامك الشديد بمراحل الدراسة الخاصة بك. كنشكر أيضا الوالدة ديالك اللي كانت لك دائما سند في كل نجاح. وأضاف: أنا فخور بك وكل عام وأنت دائما رافع راسي إلى الأعلى وكتسعدني، وكل سعادة لأنك ناجح ومتفوق يا غالي، على قلبي أحبك ريان. مباشرة من بعد ما حط عبد الله الداودي هذه الصورة جاوب بمجموعة ديال التهنئات من عند الأصدقاء ديالو بالوسط الفني وحتى من عند المتتبعين ديالو على انستغرام. من بين الفنانين ولا الممثلين اللي هنؤوا عبد الله الداودي كنلقاو على رأسهم الممثل مهدي فلان اللي كتب: مبروك خويا عبد الله. كما علقت المغنيتان صفاء وهناء على الصوره بالقول: تهانينا. اما اللاعب المغربي عادل الكروشي اختار تهنئه الداودي من خلال ستوري انستغرام وكتب في هاد الستوري: الف مبروك ريان، والله يكمل عليك بالخير، ان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب، الله يحفظه ليك اخويا عبد الله. بدوره الفنان نبيل التونسي هنأ الداودي بهذه المناسبه من خلال تعليق اللي كتب فيه: اللهم بارك اخويا. بهذا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، تبقوا على خير.